أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. مصر اليوم فعلا فعيد، بنحتفل فيه كلنا بعيد تحرير سيناء، هذا الجزء الغالي جدا على قلبنا وعلى قلوب كل المصريين. بيساعدنا في هذه المناسبة يكون ضيفنا في استوديو الهواء الأستاذ الصحفي الكبير معتز الشناوي، نائب رئيس تحرير الجمهورية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بجمهور القناة الخامسة الغاليين. أهلا بحضرتك، كل سنة وانت طيب ومصر كلها في عيد النهاردة. كل سنة وكل مصر وكل المصريين في أحسن حال. يا رب، ربنا يخليك. عايزين نبدأ فيها حاجة حلوة، المقال الجميل اللي حضرتك بتكتبه عن طبعا شهدائنا اللي ضحوا بأغلى ما عندهم علشان سينا وعشان أرضنا وعشان مصر كلها نعيش في أمان، وقد إيه يا رب بندعي لهم إن ربنا يا رب يكرمهم وفي الجنة ونعيمها وهم أحياء عند ربهم يرزقون بإذن الله. وكانت لمسة جميلة جدا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في أول يوم العيد دايما بيحتفل مع أولاد الشهداء، نوع من رد الجميل لأولاد الشهداء اللي بنقول لهم إنه دايما الشهداء في قلوبنا كلنا. عايز أقول لحضرتك المقال جت فكرته من البداية إن أنا عايز أقول لبلدنا إن في ناس عشان احنا نعيش الحياة الطبيعية هم سابوا حياتهم كلهم، ضحوا بحياتهم وضحوا بأغلى شيء عندهم وهي أرواحهم، وده لمجرد ان احنا نبقى عايشين نعيش ونقول اللي احنا عايزينه ونعترض ونوافق ونختار صح ونختار غلط، لكن في تمن بيدفع. التمن ده بيدفع من خلال أفضل شبابنا. خلينا نتفق ان اللي بيقدر يدخل كلية عسكرية أو كلية الشرطة بيكون فعلا تم اختياره بمواصفات خاصة طبعا، وفي النهاية الراجل اللي بيتم اختياره بهذه المواصفات شديدة الدقة بيضحي بحياته طوعية عشان احنا نعيش. من هنا جت الحكاية ان ده حاجة حلوة قوي، مش حلوة بس، الحاجة الحلوة قوي دي انا حبيت اخلدها. وجات الفكرة ان في كتير بيتكلموا ازاي بيتوفى الشهيد او ازاي بيسترشد الضابط او الجندي المصري، لكن انا بدأت افكر بشكل مختلف ازاي عايش. واخر سطر بيبقى ان هو فارق دنيانا بجسده وتبقى ذكراه. من هنا بدأت الحكاية. الحكاية اسبوعية بتنزل في جريدة الجمهورية، وده شرف كبير نلته بفضل ربنا ان انا اخلد ذكرى حياة الشهداء. عايز اقول لحضرتك ان اسكندريه ليها نصيب كبير من الشهداء من ابناء اسكندريه. فعلا اعرف عدد كبير من اسرهم اللي يمكن ما تقلش بل تزيد عن اسر كتير جدا في العظمه، انها فعلا رغم فقدها لابنها الا ان الاسره بتزداد فخر بانها حصل لها ده. الام بتفضل تعبانه جدا عشان خاطر ابنها والاب ايضا، ولكن الشرف بتاع الشهادة بيمنحهم فخر إلى ما لا نهاية. لدرجة أن أنا بتمنى أن حد من ولادي ينال نفس الاتجاه يصبح جندي، وأنا على أتم استعداد أن هو يستشهد، لأن أنا فعلا خلاص بقى سني ما ينفعش أكون شهيد وما ينفعش أكون ضابط، لكن أتمنى أن ولادي فعلا أشوفهم في مكانة زي دي. وما أعتقدش أن أنا حبخل خير أجناد الله في الأرض، يعني هم دول خير أجناد الله في الأرض، مش بس يعني الجنود على الجبهة، كل أرض مصر لو مصر طلبتنا إحنا كلنا جنود، حتى ستاتها جنود. خليني أقول لك أن الحكاية أكبر من الكلام اللي إحنا نعرفه. الحكاية أبعد من كده بكتير. الشهيد بيتولد شهيد مش بيموت شهيد. لما بدأت أقرب من الحكاوي بتاعتهم وبدأت أدور كصحفي تحقيقات قبل ما أكتب مقال في قصص حياة الشهداء، لقيت إنه فعلا بيبقى بني آدم غير البني آدمين، مولود بمواصفات خاصة، بيعيش حياة خاصة، كأنه من أول يوم اتولد وجاب في دنيا هو فاهم وهو مدرك تماما إنه هو شهيد، هو مشروع شهيد بيتحرك حتى لحظة الوفاة. مشروع الشهيد بقى فيه قصص كتيرة جدا. طب ممكن تعرفنا بقصتين دلوقتي علشان الوقت وقتنا، بس انا كان نفسي يعني نسمع كل القصص بصراحة. يعني خليني اذكر مثلا على سبيل المثال ومش الحصر الرائد محمد صلاح اسماعيل،
محمد صلاح إسماعيل كان ضابط مدفعية في كمين البرص، تحديدا اللي الكمين استشهد فيه المنسي، اللي استشهد فيه المنسي. شهيد المنسي. وكان الكمين ده ليه شكل كبير جدا من الميديا سلطت عليه، لكن محمد صلاح كان لي الشرف ان انا اكتب عنه. واقول لحضرتك كده ان محمد كان دوره تحديدا ان هو بيبلغ المدفعيه تضرب على انهي نقطه، فكان بيبلغ المدفعيه يا فندم اضرب بعد 100 دراع مثلا، او اضرب على مسافه 1000 متر وهكذا. لحظه الهجوم على كمين البرص بدأ محمد يبلغ المدفعيه، وبدأت المدفعيه فعلا تتعامل، وقدروا ان هم يضربوا عدد كبير من التكفيريين، لكن العدد كان اكبر من مواجهته وانتهاء الموقف على كده. وفي لحظه من اللحظات البطل محمد صلاح اسماعيل ابلغ بشكل واضح القياده بتاعته، يا فندم من فضلك اضرب على احداثيات الكمين. فرد عليه متلقي الاشاره وقال له انت بتهرج يا محمد، انت موجود؟ فقال له يا فندم منسي مات وكل زمايلي ماتوا، من فضلك اضرب على احداثيات الكمين. فرد عليه متلقي الاشاره مره تانيه وقال له يا محمد انت موجود؟ فقال له يا فندم من فضلك لازم احافظ على جثث زمايلي. ده علشان الارهابيين ما التكفيريين يمثلوش بجثث الشهداء. بقيه الكلام كان سبحان بالظبط الله، كده، يعني ما شاء التكفيريين يا الله فندم عليك. طالعين على السلم عشان يمثلوا بجثث زمايلي، من فضلك يا فندم اضرب احداثيات الكمين. وبالفعل دوت المدافع واتنسفت النقطه الحصينه وكان فيها البطل محمد صلاح اسماعيل، وده احد ابطال المقالات اللي انا بكتبها، لان فعلا شايف انه من احلى الحاجات ان البني ادم يموت عشان بلده كلها تعيش. في الجنة ونعيمها يا رب، هم يا رب. وكل الشهداء في الجنة ونعيمها في نعيمها، ونحتسبهم عند الله أحياء يرزقون بإذن الله. يا رب يا رب. خليني اقول لحضرتك ان سينا حكاية طويلة. سينا والدفاع عن سينا ما هواش وليد العصر الحديث. سينا واتذكر مش للحصر برضو، سنة 1540 قبل الميلاد لحظة استشهاد الملك سكنون رع، وهو أول شهيد في مصر وهو يدافع عن أرضه. الملك سكنون رع كان في الوقت ده 42 سنة، الملك الشاب سكنون رع، وهو نفسه قائد موكب المومياوات الملكية اللي لف القاهرة كلها في سنة 21 في نهايتها. الملك سكنون رع كان بيحارب الهكسوس، ولما الحرب اشتدت وهو بيدافع عن أرض سينا تحديدا لقى حتفه أثناء الحرب مطعون بسبع طعنات غائرة، وأثبت الدكتور زهي حواس أن تم استشهاده بالفعل أثناء الحرب نتيجة الدفاع عن أرض مصر. وبعد 150 سنة من وفاة الملك سكنون رع استطاع ابنه أحمس أن هو يواجه الهكسوس ويطردهم بره مصر. عشان تستكمل الحكاية الطويلة اللي ما بتنتهيش على مراحل كتيرة جدا جدا جدا، مرورة بحروب ياما، يمكن كان آخر حرب شهدتها سينا هي 73، لكن ما ينفعش ننسى أبدا حق 67 الشهيد وحق وكمان الشهيد وكمان 67 وحق سينا وأهل سينا. وخلينا أقول لحضرتك لما انهزمنا في 67 ورغم مرارة الهزيمة، إلا إن كان في سينا رجالة مفيش زيهم في العالم كله إلا طبعا في مصر. كنت هسأل حضرتك على دور أهالي سينا في الحفاظ على أرض سينا، هذه البقعة الغالية على مصر كلها. رجالة سينا الجدعان زي ما بيقولوا كده، الراجل بمليون راجل مش بألف وبس. وحذكر لحضرتك تحديدا حكاية من الحكاوي اللي كان ليا الشرف برضو نكتب عنها، وهي تحديدا في 31 أكتوبر 1968، وتحديدا في نقطة موجودة في سينا اسمها الحسنة. في الحسنة جاء موشى ديان وزير الدفاع المسؤول عن الكيان الصهيوني، وقرر ان هو يعمل مؤتمر اعلاني كبير جاب فيه عدد كبير من شيوخ القبائل، كان عددهم حوالي 121 شيخ قبيلة، وجابهم كلهم على اعتبار ان هو هيعلن تدويل سيناء واستقلالها عن مصر. عمل المؤتمر فعلا وجاب وسائل اعلام دولية كتيرة جدا، وفي لحظة محددة قعد إلى جواره العظيم الشيخ سالم الهرش رحمه الله. والشيخ سالم الهرش كان أحد شيوخ القبائل
اللي كان كل القبائل بتبجله وبتكبره لأنه متحدث لبق وكمان راجل من الرجالة اللي لا يشق لها غبار. جلس الشيخ سالم الهرش إلى جوار موسى ديان وقال لباقي شيوخ القبائل اللي موجودين: أترتضون ما أقول؟ فقالوا نعم. في اللحظة دي تهللت أسارير الشخص اللي اسمه موسى ديان وزير دفاع الكيان الصهيوني، وتخيل ان الشيخ سالم هيعلن استقلال سيناء عن مصر. لكن نطق الشيخ سالم وقال موجه كلامه لموسى ديان: ان سيناء مصرية طبعا، ولن نرضى الا ان تكون مصرية، ونحن لا نملك شبرا واحدا في ارض سيناء كي نتنازل لكم عنه، وما انتم الا احتلال، وستمر الايام وترحلون عن سيناء. في اللحظة دي اتقلت. المؤتمر كله اتقلب وتم القبض على 120 واحد من شيوخ القبائل. فاكر حضرتك رقم كان كام؟ كان 121. الوحيد اللي ما اتقبضش عليه هو الشيخ سالم نفسه، اللي قال شهادة الحق. استطاعت أجهزة الدولة سواء العسكرية أو غير العسكرية إن هي تخرجه في ثواني من جوه المؤتمر، وبعدها بساعات قليلة كان موجود في الأردن، وفي خلال أقل من أسبوع ظهر الشيخ سالم الهرش وهو موجود جوه قصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقام سيادة الرئيس جمال عبد الناصر بتكريمه ومنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى. خليني أقول لك أنا سعيد جدا النهاردة إن أنا بذكر حد عظيم بحجم الشيخ سالم الهرش، أحد أبطال سيناء وأحد مواليد سيناء اللي ما بيخلصوش أبدا مهما حصل، هيفضلوا يدافعوا عنها، لأن سيناء زي ما هو قال هتفضل أرض مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلا أرض مصرية رغم أنف الحاقدين اللي بتستمر محاولاتهم إلى الآن للنيل منها، علشان هي أرض غالية قوي طبعا. أرض اجتمع عليها كل الأنبياء والرسل، زي طبعا كليم الله سيدنا موسى، سيدنا عيسى في رحلة العائلة المقدسة والسيدة العذراء، وطبعا كل الأنبياء بيقولوا إن مصر دي قطعة غالية جدا، وخصوصا سيناء طبعا لما تم استردادها سيناء كاملة في سنة 89 عن طريق طبعا الاتفاقيات الدولية والمفاوضات عن التحكيم الدولي، ده كان برضو انتصار كبير للمحقق المصري والشعب المصري. لما تم استرداد طابة آخر جزء غالي عندنا في 19 مارس سنة 1989، حقيقي فخر كبير جدا استرداد طابة. لكن لازم المصريين يدركوا ان العدو لازال بيتربص بسيناء، ما بتخلص الى الان. المطامع اللي بدات من 1540 قبل الميلاد باستشهاد الملك سكنون رع لازالت موجوده، وبسببها مات الشهيد محمد صلاح اسماعيل، ومات شهداء كتير جدا، الشهيد منسي وغيره وغيره وغيره. واذكر على سبيل المثال ايضا الشهيد عمر خالد ابن اسكندريه من منطقه محرم دي. ويمكن الشهيد عمر كان ليا معاه موقف غريب جدا، ان انا لما جيت اكتب عنه بعتت لي والدته بعض التسجيلات الصوتيه دي. لو قعدت اوصف قد ايه روعه الصوت اللي انا سمعته، فعلا مش هيكفي ان اوصف صوت الشهيد عمر خالد. عمر خالد كان قارئ قران، كان بيصلي بزمايله لدرجه ان صوته من كتر عزوبته بيكسر وبيوجع الجسم. لكن اكتر وجع هو ان عمر خالد مات عشان احنا كلنا نعيش. ايضا الشهيد في جنة ونعيمها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الشهيد بهجت ابن البحيرة، الشهيد بهجت قبل ما يتوفى بحوالي 24 ساعة كتب وصية طويلة ذكر فيها لامه الاول لوالده، قال له ان هو ما يزعلش على وفاته، وبعدين كلم والدته وقال لها قد ايه كانت هينة عليه لحظات فراق الدنيا، وكتب لزوجته اعتذر لها وان هو سايبها لوحدها، وكتب لبنته اللي توفت بعد وفاته اللي اتولدت بعد وفاته بثلاث شهور كانت لسه زوجته حامل فيها، وكتب لاخوه
يأكد عليه إنه لو قسى عليه في يوم من الأيام فكان بيقسى عليه عشان يبقى راجل، وكتب لكل المصريين آخر سطر في الوصية. وآخر سطر في وصية البطل كان بيقول تحديدا: أبناء وطني، لا تتغافلوا أبدا في الدفاع عن وطنكم، فهناك من لا يتغافلون عن خراب الأوطان. وبخلال أقل من 24 ساعة استشهد الرائد بهجت ابن البحيرة، تحديدا ابن دمنهور اللي كان ملقب بالدبابة البشرية. عايز أأكد لحضرتك ولكل المستمعين إن الحياة الطبيعية اللي احنا عايشينها، حتى لو مش عاجبنا حاجات كتير فيها، حتى لو احنا شايفين إن فيها صعوبات، حتى لو احنا شايفين إن فيها حاجات كتير ما بنقدرش نحققها، لكن لازم نعرف إن من غير دول ما كناش هنعيش الحياة دي، طبعا وما كانتش مصر هتبقى موجودة أصلا طبعا في رجالة بيضحوا عشان احنا نعيش. طبعا، وهي دي أحلى حاجة في حياتنا كمصريين. وهم خير اجناد الله في الارض فعلا. وخليني أقول لك أو أقول للمستمعين الحديث لما قال: إذا فتح الله عليكم بمصر فاتخذوا منها جندا فهم خير أجناد الأرض وأهلها في رباط الى إلى أن يوم تقوم الدين. الساعة. ايوه يمكن عليه البعض الصلاة والسلام. بيشوف الحديث اتخذوا منها جندا على اعتبار ان هم كلهم جنود، لكن بقية الحديث فيه اجناد الارض، واجناد هنا لا تعني جنود، اجناد في اللغة تعني خير اعوان الارض، يعني حضرتك زي حضرتي زي كل البشر كلنا خير اعوان الارض، رجال وسيدات. وسيدات ايوه كلنا مميزين في مصر فعلا فعلا. خير اعوان الارض. اما اخر الحديث وهم في رباط تعني ان المصريين مرابطين في انتظار العدو بكامل عدتهم. ده شيء ثابت فعلا بقول الرسول عليه الصلاة الذي والسلام لا ينطق عن الحق ان هو الا وحي يوحى. فعلا. اكد ان كل المصريين هيفضلوا لغايه قيام الساعه متربصين ومنتظرين اي عدو يجي يقرب منهم، وهو ده طبيعه المصريين. احنا ما بنحاربش، ما بنروحش نحارب حد، لكن قاعدين عشان ندافع حد عن يجي أرضنا. يحاول يحاربنا، ودايما بنهزمه. وده اللي قال جمال حمدان رحمه الله، دكتور جمال حمدان، عليه في شخصية مصر، لما أثبت إن شخصية مصر كل اللي جالها داب جواها، الأبيض واللي شعره أصفر واللي عينيه زي ملونة البوتقة بتنصهر فيها كل الأجناس وكل بالظبط كده، الأديان. ويبقى في النهاية أيوة المصريين أيوة موجودين حتى تقوم الساعة. بإذن الله بإذن الله. وإلى الآن سيناء مطمع لكل الناس، طبعا يعني إحنا بنحارب الإرهاب وقواتنا المسلحة وجيشنا العظيم بيحارب الإرهاب إلى الآن، وإيد فيها سلاح وإيد بتعمر وإيد بتبني قد كده، مشروعات تنمية كبيرة الآن على أرض سيناء قد كده، كل أهالي سيناء فرحين جدا بهذه المشروعات التنموية، علشان كل ما بنعمر الأرض كل ما الإرهابيين دول بيختفوا. المواجهة للإرهاب فكريا لا تكفي، وأيضا بالسلاح لا تكفي، لازم المواجهة تكون مواجهة شاملة. المواجهة تشمل جنود يواجهوا بالسلاح، وأفكار تغير الأفكار المتطرفة بالفكر، وأيضا مواجهة تنموية حقيقية. نحتاج فعلا لبنية أساسية، نحتاج فعلا لمشروعات عملاقة، نحتاج لكل ما يحدث على أرض سيناء حتى نستردها بالكامل. مش كفاية إن إحنا يبقى عندنا قطعة أرض كبيرة جدا تساوي سدس مساحة مصر نقول هي دي سينا بتاعتنا. سينا بتاعتنا لازم تتعمر بينا، لازم كلنا نكون موجودين فيها، لازم أهل مصر الطيبين يملوا سينا ويشغلوها، ولازم كل أهل سينا يلاقوا في سينا ملاذ آمن ليهم في كل مكان. يمكن كان في شهر رمضان الأخير شفنا بعض مشروعات اللقطات من اللي بيحصل في سينا، وشفنا ايضا زي ما حضرتك بتقولي مشروعات عديده بتتم في سينا، وهو ده الامان الوحيد ليس لسينا واحده ولكن لكل مصر. لربط سينا بوادي النيل، وخصوصا من عبر الانفاق اللي تم افتتاحها مؤخرا. خلينا نتفق ان الحكايه ابعد بكتير جدا. الدفاع عن مصر بيبدا باسترداد سينا. عشان مصر تبقى في امان لازم سينا كمان تكون في امان. فعلا. وزي ما المحتل ارتقى ان امانه هو وجوده في سينا، احنا كمان بنعي تماما
إن أمان مصر هو استرداد سيناء. عشان كده من بعد ما أخذناها كان لزام على السلطات المصرية إنها تقيم تنمية شاملة في كل حتة في سيناء. ويمكن من ربنا علينا مؤخرا بإن سيناء ترجع لينا، مش مجرد الأغنية بتاعت الفنانة العظيمة شادية، لكن ترجع لينا بتنمية شاملة حقيقية نعيشها في الزمن الحالي، ونتمنى أنها تستمر في الوقت القريب اللي جاي، عشان فعلا نحس كمصريين أن احنا في الأمان الطبيعي. وأأكد على حضرتك أن المصريين كلهم على استعداد أنهم يدافعوا عن سيناء بأرواحهم مش بأي شيء آخر. طبعا، لانها ارض غاليه جدا علينا. يعني مثلا سينا ممكن يتعمل فيها مشروعات استثماريه كبرى، مش بس في مجال التصنيع، في مجال السياحه والسياحه الدينيه كمان، لان طبعا ممر العائله المقدسه ودير سانت كاترين وجبل موسى، كل دي يعني ارض فعلا غاليه علينا جدا، والارض الوحيده اللي تجلى عليها المولى عز وجل. فممكن كل انواع السياحه تقام على هذه الارض الرائعه. هي من عظمه العبقريه بتاعه مصر ان سينا تحديدا تتسع لحاجات كتيره قوي، مش سياحه وصناعه وبس زي ما حضرتك ذكرتي، ده كمان تتسع لزراعه، في ارض خصبه جدا جوه سينا، تتسع لعمليات تعدين، تتسع لاستخراج معادن مختلفه، تتسع لاستخراج ثروات باشكال مختلفه، تتسع للسياحة بأشكالها المختلفة أيضا، سواء الدينية أو العلاجية أو السياحة المناطق الطبيعية والمزارات الطبيعية والمحميات اللي موجودة في سيناء. سيناء حكاية كبيرة جدا تتشابه مع حكاية مصر بإقليمها المختلف المتسع في اليمين وفي اليسار بأشكاله المختلفة. سيناء زي مصر فعلا، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ويحدها أيضا في أحد حدودها البحر الأحمر. هي بتتشابه مع مصر إقليميا وجغرافيا في حاجات كتيرة جدا. يبقى أن المصريين يرتقوا الرؤية الحقيقية، وأعتقد أن رؤية القيادة السياسية سبقت أغلب عقول المصريين في ده، وبدأت فعلا التنمية، ويمكن ثمارها بدأت تؤتى. عشان كده العمليات الإرهابية قلت جدا، العمليات الإرهابية مش هقول أنها توقفت، ولكن قلت وتيرتها بشكل عالي بسبب اتساع رقعة التنمية في سيناء. أيضا مواجهة الإرهاب كان ليها دور كبير، لكن من غير رقعة التنمية الشاملة ما كناش هنقدر نواجه الإرهاب لوحدنا. طبعا طبعا، احنا بنواجه الارهاب بالسلاح وبالتنميه، المشاريع التنمويه الكبرى، وزي ما حضرتك ذكرت المشاريع الزراعيه والمياه وتحليه، مشاريع تحليه المياه وهذه المشروعات العملاقه الكبيره والانفاق اللي بتربط سيناء ايضا بوادي النيل. حتى المشاريع الاسكانيه، يعني الاسكان باشكاله المختلفه لما امتد لسيناء واصبح توطين اهالي سيناء في اماكن ثابته أمر متاح لم يكن في الماضي القريب. مساكن ممكن يعيش فيها أهل سيناء آمنين، النهاردة بقى فيه مدن سكنية موجودة، النهاردة بقى فيه حياة طبيعية لأهل سيناء. وأنا شايف أن الوقت القريب اللي جاي هيبقى فيه كل حاجة موجودة في سيناء، لدرجة أن احنا نتأكد أن سيناء رجعت كاملة لينا. اسمح لي أتوقف مع حضرتك والسادة المشاهدين مع هذا الفاصل، ونعود مرة أخرى لاستوديو الهواء. والحرب ما زالت مستمرة، وحربنا على الإرهاب ما زالت مستمرة، والنصر لمصر دايما بإذن الله، وبنحارب الإرهاب بالتنمية، التنمية والسلاح في نفس الوقت، التنمية بالعديد من المدن الجديدة، الشيخ زويد الجديدة، رفح الجديدة، العديد من المدن الجديدة عشان يستفيدوا بيها أهل سيناء. كلمنا عن هذه المدن الجديدة. خليني أقول لحضرتك أن التنمية الشاملة هي أقوى مواجهة ممكنة للإرهاب، هي الحاجة الوحيدة شديدة القوة اللي تمكننا من ان احنا نستأصل شقفة الارهاب. استئصالها الكامل مش هيكون ابدا الا بوجود حياة. الارهاب زيه زي اي حاجة غلط، ما بتنموش وما بتلاقيش بيئة خصبة الا في الاماكن الخاربة. الخاربة، ايوة، الخاربة بالضبط. الاماكن الخاربة هي البيئة الخصبة للارهاب، اما الاماكن اللي فيها تعمير واللي فيها تنمية واللي فيها صناعة واللي فيها زراعة واللي فيها عمار. بالظبط كده، اللي فيها عمار، هي دي بس اللي ممكن تواجه الإرهاب. من هنا جت فكرة تنمية سيناء تنمية شاملة.
تنمية شاملة تشمل مصانع، حوالين المصانع في مناطق سكنية للعاملين في هذه المصانع، في مناطق تستوعب مدارس، في مستشفيات، كل أشكال الحياة الكاملة هو اللي بيتم النهاردة وبيتم من شهور ومن سنين قريبة على أرض سيناء، سواء في الشيخ زويد أو في رفح أو في العريش أو في أماكن كتيرة جدا موجودة في سيناء. ويمكن أذكر لحضرتك من حوالي 7 أو 8 سنين بدأ تنمية سيناء والاهتمام بمحور قناة السويس بشكل مختلف. المحور كان ليه ظهير كبير جدا، ظهير تجاري صناعي لوجستي بشكل واسع. الظهير امتد بصناعاته وبأدواته التجارية إلى أن أصبح في الوقت الحالي تنمية حقيقية بتشمل أغلب مناطق سيناء. الظهير اللي امتد أو امتد من لحظة بداية قناة السويس بمشروع كبير جدا قاده القيادة السياسية أيضا وأطلقت نقطة البداية بتاعته. المشروع النهاردة امتد روافده للعريش وامتدت روافده للشيخ الإقليم زويد، الاقتصادي لقناة إقليم السويس، اقتصادي كبير جدا، مشروعات استثمارية كبيرة ويعني ماركات عالمية إن شاء الله تكون موجودة. ماركات عالمية ومليارات تم ضخها ومليارات كمان رجع للمصريين. يبقى إن إحنا نشوف العائد بعينينا، يبقى إن إحنا نلمس قد إيه سيناء بتتحول من مجرد الأرض الخربة اللي كانت بيئة حاضنة للإرهاب لأرض واسعة فيها كل أشكال الخير، سواء الخير اللي امتد من خلال المية العذبة اللي أصبحت بتروي أجزاء كبيرة من أرض سيناء، سواء العديد من الخير محطات المياه اللي تم افتتاحها. بالظبط، سواء الخير اللي امتد من المصانع الكتيرة اللي اتعملت في سيناء، سواء الخير اللي امتد من الإسكان الواسع اللي يشمل أهل سيناء والعاملين اللي جايين من محافظات أخرى من مختلف محافظات مصر. خليني أؤكد لحضرتك إن سيناء بتتحول يوم ورا يوم لقطعة تنافس أغلب محافظات مصر تطورا وأغلب محافظات مصر من حيث العمران، وأعتقد هو ده الحماية الوحيدة اللي ممكن تخلينا كلنا نفرح ونحتفل ونأكد مليار مرة مش مليون مرة إن فيها حاجات حلوة كتير، كتير وأحلى ما فينا سيناء الغالية علينا كلنا أرض الفيروز. أرض الفيروز، أرض اللي تجلى فيها المولى عز وجل سبحانه وتعالى على أرض سيناء الغالية، على جبل موسى، على جبل الطور في سيناء. يا رب يا رب، ربنا يحفظ بلدنا ويحميها من كل شر، ومصر تفضل في عيد. مصر فعلا إن شاء الله بكرة بتحتفل بعيد تحرير سيناء، ومصر اليوم في عيد، ويا رب مصر تفضل دايما في أعياد مستمرة. كل الشكر لحضرتك الأستاذ معتز الشناوي، نائب رئيس تحرير الجمهورية بالإسكندرية، شرفتنا ونورتنا. أنا اللي ليا الشرف وليا عظيم الشرف، وخليني قبل ما أشكرك وأشكر القناة 5 أشكر كل أبطال سيناء الأحياء والأموات أيضا، كل من فارقونا وفارقوا الحياة التي نعيشها أوجه لهم كل الشكر، وأشكر أبطال سيناء الأحياء اللي منهم أبطال كتير جدا لنا الشرف إن هم من أهل اسكندرية زي الربان عمر عز الدين وزي الدكتور محمد نور الدين وغيرهم ربان وغيرهم عمر وغيرهم البتنوني، عمر البتنوني وعمرو البتنوني طبعا. الأبطال كتير جدا ومش الله هيخلصوا. يرحمهم. خلينا نوجه الشكر لكل أبطال مصر، وأشكر السيد الوالد تحديدا أحد مصابي سيناء العظام. كل الشكر لحضرتك ولجمهور القناة 5 ولكل القائمين على الله القناة، يرحمه. تشرفت كثيرا بالتواجد معكم، شكرا لكم، ربنا يخليك، حضرتك ربنا شرفتنا يحفظك. ونورتنا، أنا شكرا اللي ليا لحضرتك. الشرف، وكل سنة ومصر كلها فايد. كل سنة ومصر كلها فايد، وإن شاء الله ربنا يديم علينا حلاوة الأعياد والأيام الجميلة بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين.